السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وين باش يكون على بالك هذه يسموها حملة انتخابية، وين أطراف يعني مقربين الزبزاب ينشرون ما بين الناس اللي بيرشحوهم وكلش، يقولوا باللي سوف غير نركب الكرسي، الملف راه عندي تاع المباراة الجزائر والكاميرون، غادي نرسلوه ديريكت للطعس. دير حسابك الا صح كيما راكم تهضروا، ديروا في ريسانكم باللي الى القضيه راحت للطعس، تما غادي انت غادي تشكي بالفيفا وبلجنه التحكيم، غادي نزيدو نغلطو الحبل. لا راه كيما هاكا غادي يولي هاك الحبل، لا تحمد عواقبها. ناس راهم ناس متحمسين بين خدمو بين ديرو، ما كاز لا خدمه لا والو، هما غادي يجيو يحمو مصالح تاع الناس اللي بيحطوهم. هذا مكان زبزب راه جاي عم جايبينه باش يحمي مصالح تاع ناس برك، هذا مكان ماشي باش يخدم ولا ما خدمه راحت مع مواليها، خدمه راحت ليك مع اللي كانوا يقطعوا العنب، كنا نصدروه معصور لاوروبا فما كرهت الخدمه. هادو خدامه، هادو هما الخدامه اللي كانوا يقطعوا العنب ويعصروه ويدوه يبيعوه في اوروبا، هادو هما الخدامه. اما تاع الخدمه تاع ضرب مكاش، هادي باش يكون على بالكم. اكدت مصادر اعلاميه ان الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف وين يعتزم رفع دعوى ضد لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم لدى محكمة التحكيم الدولي الطاس. وحسب بعض المصادر فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يعني بشكل رسمي رفعوا وين يريدون يعني برئيس جديد، يعني باش يبان باللي راني نخدم، يجي يعني رانا درناها في الطاس باش يزيد يمشيها. باش نقول لكم هذه الحياة غادي يديروها، غادي الطاس ترسل لهم كيما راني رسلوا لهم قالوا لهم رانا قبلنا الدوسي تاعكم، يعني قال لك قبلنا حماس وزعما قبل اللي يخدموا رانا رايحين للطاس، ويوروهم كوستيمات زرقين داخلين للفيفا وداخلين منا الخلايا برك باش يقولوا لكم رانا نخدموا. هذا مكان صار لا كيما تاع رانا استدعينا لاعبين كانوا يجوا نشوفوهم في الستاد، شوفوهم لي زونترمون، ومن بعد نشوفوهم ناس يديروا لهم دي فيديو، شاهد لقطات تاع كابل، شاهد لقطات تاع فيكتور الكحل، شاهد لقطات تاع زرقان، ماشي زروقي، زرقان ماشي زرقان، زرقان داك اللي جابوه ما بين شي ايلال، شاهد حسني، شاهد التدخلات القويه تاع حسني، شاهد من انا فما تعاود تشوفهم، شاهد العوفي، شاهد التدخلات على الجهه تاع اليسرى تاع العوفي، شاهد التوزيعات تاع العوفي، ما شفناش كاع في ليكيب ناسيونال. كاين بزاف امور على هذيك نقولوا هذو ناس باغيين يدخلوا زعما باللي رانا داخلين بين خدمو حنا هما بومدين الله يرحمه، ويا مكاش منها كاع السؤال. هذو غير يعطيك باش هكا يبينوا للجماهير الجزائريه راهم جاو، كيما الاخر كان يدير تصريحات كيسموه زاتشينا اللي جا زاتشي، سوف لن اتسامح مع اي مدرب الذي قال لك لي يقعد هنا في الجزائر 25 يوم، لازم يقعد على الاقل 3 شهور 4 شهور باش يروح لدارو. يا ودي كون بات غير ليله بعد المباريات، كون بات غير ليله بعد المباريات والله ما تغيظ. وأضاف نفس المصدر أن الشكوى سترتكز في حفوة على بعض المخلفات القانونية التي ارتكبتها الفيفا، من بينها الرد
المهين للجنة المبهم للجنة التحكيم على مستوى هيئة الكروية على تظالم الاتحاد الجزائري حيث لم تتخذ أي قرار واضح وصريح في ردها. وبحسب يعني فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اعتبرت أن ذلك يأتي من واجب الولاء الذي يمنع أعضاء ذات اللجنة من اتخاذ قرارات ضد الهيئة التابعة لها، وهذا بناء على المادة 15 من القوانين الأساسية للفيفا. وبحسب ذات مصدر فإن ما وقعت فيه لجنة التحكيم التابعة للفيفا بمثابة عجز قانوني بلغة أهل يعني بلغت الاختصاص على اعتبار أنها لا يمكنها اتخاذ قرار ضد هيئة تابعة لها. وأكدت نفس المصادر أن شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ستكون هذه المرة ضد الاتحاد الدولي للعبة وليس ضد الحكم الجومبي غاساما، مضيف أن عدم إيقاف الحكم بشكل يعني تحفظي يعتبر خطأ فادح في مثل هذه الحالات، ويبقى الاتحاد الجزائري متسبس بمطالبة بإعادة مباراة على خلفية الأخطاء الفادحة لغاساما، وهو الذي لم يحترم ما تنص عليه القوانين التقنية الفار وتعتمد عدم وتعمد عدم العودة إلى الفيديو حسب مصادر نفسها. احنا على حسابكم انتم ماكم تهضروا على حساب يعني الناس هذو لم يهضروا، قال لك باللي غادي نروحوا للطاس غادي نروحوا منا. إلا عندكم أدلة دامغة يعني كاين أدلة واحدة برك، ثم شاهدنا عاهرة بالأمس تتكلم بأن الفيفا قالت لهم راكم باغيين البارتية تعاود أي صيد ما كاش مشكل كاع البارتية نعاودوها لكم، كأن غادي نلعبوا ضد روحنا، كأن رانا نهضروا ضد روحنا برك. هذا مكان ضدنا بين البو ضدنا ما كاش لادفيرسير، وديك لادفيرسير ما عندهمش على بالك بلي لادفيرس على بالك بلي كاميرون على بالك بلي على بالك شحال عندها من ديناصور في الكواليس والاخرى في القوانين في الاخرى تاع كرة القدم، على بالكم بها ولا ما على بالكمش، على بالكم بها ولا ما على بالكمش، على بالكم بلي من 1965 من 1965 على بالكم الكاميرون ما خلاتش من هيئات في الكاف، على بالكم بها ولا ما على بالكمش بلي دائما عندها هيئات، دائما عندها هيئات عندها هيئات عندها وزن، وصورتو من 90 من 1990 ورواح عندها على بالك عندها تاش عندها كاش عندها. نتوما بغي نتوما غلطكم مغلطكم مشاكرة وغلطكم كيسموه يا ربي غلطكم دحمان الكوافير، مشي غلطكم مشي غلطكم قرايكم العقلية تاعكم. مشاكرة كي تهدر معاه مشاكرة كي تهدر معاه تقول له يا ودي مشاكرة أخويا مشي حق عليك هذي وحلفت، يقول خلينا اش درت تبلو هذا الصوالح ما دارش كاع، نتوما تبالكم واحد كي يكذب عدو. هو تبالو نورمال عادي زعما هذا الصوالح هو خلطوه بلدان، هو كان مع الناس هو بروحه قالها قال انا درت ثوارد، هو كان مع ناس اللي تسبوا في قتل ما قتلوش وما ما قتلوش بصح محسوبين عليهم دوك اللي ماتوا ابرياء اللي ماتوا يعني هجرة مسلمين هروب من الحروبات بسبب هذا الناس اللي قالك أنا درت حروبات. هاي باش يكون على بالكم الناس هذو كانوا يدخلوا في وسط الشعب يعطوهم حماس ومن بعد يجبدوا، ومن بعد يدخلوا في وسط الشعب يعطوهم حماس ومن بعد يجبدوا، يدخلوا في الشعب في الجماهير يدمروا بعد يوخروا مضمونين كانوا مضمونين داير بوني ولا داير شاش احمر ولا داير كاشني صفر ولا يعني ما يعرفوا بعضهم بعض باشاره واحده كل هما يرجعوا ويخلوا ذوك البهائم يروحوا يهرسوا في بلادهم ويدقدقوا بلادهم. هذه هي على ذلك يجب عدم انسياخ
لهذه البهائم، إنها بهائم بمعنى الكلمة.